غير مبالين بأهوال سنتين من القتل والتعذيب والتنكيل، خرج السوريون مجددا إلى الشوارع. خرجوا لإعلان إصرارهم وتصميمهم على استكمال مسار ثورتهم ضد النظام السوري. رفعوا شعارات منددة بالعنف ومنادية بوقف حمام الدم، لكن ذكر هذا العام اقترنت بشعور بخيبة الأمل لدى العديد من السوريين الذين لم يروا بوادر حل ينهي المعاناة. مع العام الثاني للثورة نعيش خيبة أمل حقيقية بالعالم وبمنظماته وبمؤسساته، حتى المؤسسات الحقوقية، المؤسسات حقوق الإنسان الغير رسمية خذلتنا للأسف. لكن مهما طالت القصة ما رح نوقف أبدا، بإذن الله النصر قادم والتحرير قادم. وعلى غرار السوريين بالداخل، تظاهر الآلاف في مختلف دول العالم في الذكرى الثانية للثورة. ففي الأردن نظم احتجاج أمام السفارة السورية في العاصمة عمان. مئات المتظاهرين رددوا شعارات معادية لنظام الأسد ومؤكدة على مواصلة الثورة حتى يتحقق النجاح. عامين مضوا على ثورة سورية وما زال الشعب السوري مستمر صامد رغم كل القمع، رغم آلة التنكيل اللي عم بيمارسها النظام السوري، رغم خذلان المجتمع الدولي. وفي تركيا خرج الآلاف إلى شوارع إسطنبول وأنقرة للاحتجاج على الرئيس السوري بشار الأسد، واحتشدت جماعات في المساجد حيث أقيمت جنازة رمزية للذين لقوا حتفهم في الصراع السوري. في العاصمة الفرنسية باريس، تظاهر نحو 1000 شخص مطالبين بوقف المجازر في سوريا، ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للأسد. بدنا نعيش بحرية وكرامة، هذا مطلبنا، يعني ما بدنا أكثر ما يعني من هالشيء هذا، لأنه تعبنا والتعب وشبابنا راحوا، يعني بدنا نرتاح، بدنا السلام. وعلى غرار تظاهرة باريس، نظمت تظاهرات في 60 مدينة فرنسية وفي عدة مدن أخرى مثل جنيف وموسكو ولندن وبروكسل وواشنطن ونيويورك.